بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكم طلابي وطالباتي الأعزاء في المساق الخاص بأخلاقيات المهنة لطلبة بكالوريوس الإدارة الخاص بكلية العلوم الإدارية والمالية، وأيضا الحديث عن أخلاقيات المهنة لإدارة الأعمال. بالتالي بعد الحديث عن الفصل الأول والثاني، اليوم الفصل الثالث إن شاء الله بعنوان كما تتابعون: قيم الفرد والمنظمات وأخلاقيات العمل. الأهداف التعليمية لهذا الفصل يا جماعة: أولا حناخد العلاقة بين قيم الفرد والمنظمة وتأثيرها على الأداء من منظور الفكر المعاصر. أيضا من الأهداف التعليمية وتأثير الأخلاق والقيم الأخلاقية على أداء الأفراد والمنظمات، يعني هل تؤثر الأخلاق القيم الأخلاقية على أداء الأفراد والمنظمات، حيكون في عندنا إن شاء الله توضيح لهذه الأمور. ثلاثة، القيم الأخلاقية للفرد والمنظمة من منظور الفكر الإسلامي، وكذلك تعريف الأخلاق عند المفكرين المسلمين، وأيضا أخلاقيات العمل من منظور الفكر الإسلامي وتصنيف القيم الأخلاقية. كل هذه الأهداف التعليمية إن شاء الله حنحكي فيها لنخرج بالأشياء التي قدمتها فيها 6 نقاط هذه مع بعض إن شاء الله. نبدأ على بركة الله طلابي الأعزاء، ونبدأ أولا بهذه النقاط المهمة. يقوم المنهج الإسلامي العظيم على تقويم السلوك البشري وتهذيبه وتوجيهه بما يحقق المصلحة الفردية والجماعية. مرة أخرى، يقوم المنهج الإسلامي على إيش؟ على تقويم السلوك البشري وتهذيبه وتوجيهه بما يحقق المصلحة الفردية والجماعية. طيب، إن الله عز وجل جعل تغيير أحوال الناس رهينا بتغيير أخلاقهم وسلوكهم، كما ورد في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبالتالي هذه معادلة من شقين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيش؟ يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي هذا رهين الأخلاق والسلوك. القيم الفاضلة التي يعتنقها الفرد المسلم المستمدة من العقيدة ومبادئ الشريعة لها تأثير على سلوكه ونشاطاته. أمر طبيعي، أنت إيش بتأخذ أخلاق وقيم من ديننا الإسلامي بتأثر على سلوكك ونشاطك. لهذا فإن قيمنا هم يميز شخصيتنا، ودي على ذلك القرآن الكريم وسنة النبوية. يا جماعة، لما بنحكي مثلا إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، الإتقان، الإحسان، الصدق، الأمانة، كل هذه قيم موجودة في ديننا الإسلامي، وبالتالي إحنا نطبقها في أعمالنا، وينعكس هذا على الأداء العمل بكفاءة وفعالية. مظاهر السلوك الإنساني الذي يسلكه الفرد وهو يؤدي مهنته التي يزاولها لها علاقة وطيدة بين إيش؟ بين قيمة التي يعتنقها من وجهته وقيم المنظمة التي يعمل فيها، وبين قيم المجتمع الذي يعمل فيه. عندنا 3 أشياء: قيمة الفرد، القيم اللي عند الفرد، والقيم اللي عند المجتمع، والقيم اللي عند المنظمة. نشوف العلاقة بين الفرد بقيمه والمنظمة وتأثيرها على الأداء من منظور الفكر المعاصر. طبعا بدأ الاهتمام بأخلاقيات العمل من 70ات القرن الماضي، وزاد اهتمام الدارسين فيها والدول الغربية. في أواخر القرن 20 ظهر ما يسمى أخلاق القيم عند أصحاب الفلسفة القيم. القيمة هي موضوع الميول يا جماعة والرغبات والتقديرات، مردها إلى الانفعال ولا ترجع إلى العقل. يعني على طول بعد الانفعال ببين أنت القيم اللي عندك، ما بترجع للعقل في جوهرها. عشان هيك تمثل قيمة المنظمة في الفكر الغربي بما يسمى culture organization أو الثقافة التنظيمية. وأعتقد مرت عليكم أثناء الدراسة في بكالوريوس الإدارة مصطلح اسمه الثقافة التنظيمية. إيش هي؟ عبارة عن قيم الأفراد ذوي النفوذ داخل المنظمات، والتي تؤثر بدورها في الجوانب الملموسة من المنظمة وسلوك الأفراد. وكمان إيش بتعمل الثقافة التنظيمية، وهذه مهمة يا جماعة؟ بتحدد الأسلوب اللي ينتهجه هؤلاء الأفراد في قراراتهم وإداراتهم. لمين؟ للمرؤوسين والمنظمات.
في عالم اسمه ماكس شيلر ربط بين الأخلاق والقيم. إيش بيحكي؟ وهذه نقطة مهمة جدا يا جماعة، ركزوا معي. يرى أن الفعل يكون خيرا إذا حقق قيمة إيجابية أو حقق قيمة عليا. مرة أخرى، العالم ماكس شيلر ربط بين الأخلاق والقيم. كيف؟ قال إذا الفعل بيكون إيجابي أو خير بيحقق قيمة إيجابية عليا، وإذا الفعل بيكون شر بيحقق قيمة سلبية أو دمية. هذه النقاط مهمة جدا. زي ما تشايفين أن يا جماعة عندنا هذه العملية، عندنا قيم اجتماعية بينبثق منها قيمة الفرد وقيمة المنظمة. قيمة المنظمة تؤثر على قيمة المدير، وقيمة الفرد تؤثر على قيمة. إذا المدير منه بيستمد القيم من قيمته كفرد، من قيمة المنظمة اللي فيها، ومن القيم الاجتماعية. أوضح بعض العلماء أنه لما تكون قرارات القيادة في المنظمة، شوف الكلمة، منسجمة مع القيم السائدة في المنظمة، يعني لما تكون القرارات اللي بناخدها في المنظمة من ضمن القيم اللي موجودة في المنظمة بشكل عام، سوف يلتزم بها الموظفون ويحدث نوع من التطابق والتعاون. هنا يا جماعة قيم المنظمة وقيم الفرد في إيش؟ تطابق بينهم، وفي تقاطع بين قيم الفرد، وهذا بيسموه التنافر بين قيم الفرد وقيم المنظمة. عشان هيك يعتبر أن الأخلاق هي تطبيق للقيم على الطبيعة، فمن كانت قيمه عليا فإن سلوكه المترتب عليها يعبر عن أخلاق مميزة والعكس. إذن هان إيش علاقة موجودة؟ إنه لما بتكون الأخلاق قيمتك عليا فسلوك المتركب يعني السلوك المنبثق منها بيعتمد على الأخلاق. القيم قد تكون فردية أو مهنية أو عامة كقيم المنظمة أو المجتمع، وكلها بتكون ذات علاقة تبادلية بحيث يؤثر كل منهما على الآخر. إذن في نقطة مهمة جدا يا جماعة، أن القيم الفرد تتأثر بقيم المجتمع، وقيم المجتمع تتأثر على قيم الفرد، وبالتالي هناك علاقات تبادلية في هذا الموضوع بشكل كبير جدا. عشان هيك موضوع القيم أنه بيأثر بشكل كبير جدا بعلاقاتها مع بعضها. عشان هيك القيم قد تكون فردية مهنية عامة كقيم المنظمة أو المجتمع، وكلها تكون ذات علاقة تبادلية بحيث يؤثر كل منهم على الآخر، كما أوضحها دران شميتس وبراين بونز. الاختلاف في قيم الأفراد والمنظمات اللي بيعملون فيها يؤدي إلى تصادمات في المنظمة. يعني إذا أنت الأخلاقيات أو القيم اللي موجودة فيك كفرد تختلف عن المنظمة اللي بتشتغل فيها، ممكن يصير صراع يا جماعة، يمكن معالجتها بفعالية إذا تفهم الأبراج قيم المنظمة وتجاوب معها. نيجي للنقطة المهمة، إيش هي قيم المنظمة؟ هي عبارة عن ثقافتها التي تتجسد في طبيعة معاملتها المادية والفنية والتنظيمية والجوانب اللي لها علاقة بالHR Human Resource، وتتمثل هذه القيم فيما يلي: 1- تحقيق الأهداف. القيم الأساسية للمنظمة هي تحقيق أهداف. أول قيمة أنا بتشتغل عليها أن أحقق أهدافي، وطبعا أنا ممكن أكتب كمان بكفاءة وفعالية. الاستقرار، العمل على الموازنة بين العوائد الكبيرة للمنظمة وبين استقرار ودعم تعرضها للمخاطر. أيضا النمو، المنظمات الملتزمة بالنمو أكثر ميلا صح والغلط يجينا أقل أكثر ميلا إلى إعطاء قيمة أكبر للإبداع والمخاطرة والربح القليل، عشان إيش؟ بده ينمو. أيضا من قيم المنظمة الاستقلالية. إيش يعني؟ المنظمة تعطي الاستقلالية قيمة ووزنا، وتسعى المنظمة لتدعيم استقلالها وتقرير مصيرها. السلطة، تعطي المنظمة قيمة للسلطة، وأيضا التعاون في المنظمة له دور كبير جدا في استقرار المؤسسة وتحقيق قيمها وتطلعاتها وأهدافها. نروح للنقطة التالية، تأثير القيم الأخلاقية على أداء الفرد والمنظمات. باعتقادكم بيأثر يا جماعة القيم الأخلاقية بتأثر على أداء الأفراد والمنظمات؟ نعم، تؤثر القيم الأخلاقية على أداء الأفراد والمنظمات. لا شك أن للقيم دور بارز في ثقافة المنظمات ولها تأثير على الأفراد، وبالتالي التأثير على مخرجات الأعمال سواء كان بالسلب أو الإيجاب، نيجاتيف أو بوزيتيف. في بعض العلماء أوضح يا جماعة أنه قائمة القيم الإدارية تساعد، طبعا احنا في عندنا قيم إدارية اقتصادية اجتماعية سياسية حسب الدراسات اللي تخصص اللي احنا فيه، لكن احنا بنحكي الآن عن قيم إيش في إدارة الأعمال. بعض العلماء قالوا أنه قائمة للقيم الإدارية تساعد على فهم
أعمق بين المديرين والمنظمين، وأحيانا بيستخدموها كأداة لحل المشكلات والتركيز على أوجه الشبه والاختلاف في قيمهم، وبتمكن المدير من تغيير أسلوبه الإداري. القيم الأخلاقية الفرد والمنظمة من منظور الفكر الإسلامي. طبعا يا جماعة دائما أنا بأكد وبقول في كل محاضراتي أنه معظم المواد اللي بندرسها إذا ما كانش كلها لها أصل كبير جدا في القرآن وفي السنة النبوية، وقرآننا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا عني أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. كل شيء بندرسه يا جماعة، التسويق، إدارة الموارد البشرية، فريق العمل، تيمور، كله تعال بتلاقي له أصل في القرآن. طبعا الإسلام دين الأخلاق الفضلة، لذا عمل الإسلام على ضبط الغرائز وتهذيب النفس البشرية. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والرسول بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى كثيرا على حسن الخلق وضرورة تعميمه على الفرد والمجتمع، حاكما أو محكوما، مديرا أو موظفا، فيكون الإنسان فرديا في الفكر واجتماعيا في العمل. وإنما بعثت ليش؟ لأتمم مكارم الأخلاق. تعريف الأخلاق عند المفكرين الإسلاميين، تعريف الأخلاق عرف أبو الحسن الماوردي أنها غرائز في النفس كامنة تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار للنفس، أخلاق تصدر منها بالطبع ولها أفعال تحدث عنها بالإرادة، فهما حزبان لا تنفك النفس منهما، أخلاق الذات وأفعال الإرادة. قال الماوردي أن الأخلاق نوعين، غريزية، يعني إيش غريزية جماعة؟ يعني موجودة بالإنسان بالأصل، طبع عليها الإنسان ومكتسبة من خلال احتكاكك بالحياة وبعض الأماكن اللي أنت بتروحها. قال بعض الحكماء إن قواعد الأخلاق الفاضلة أربعة يتفرع منها ما سواها من الفضل، وهي العقل والعفة والنجدة والعدل. وعرف الفضائل بأنها توسط محمود بين رذيلتين مذمومتين، فالعقل وسط بين الدهاء والغباء، الحكمة وسط بين إيش؟ الشر والجهل، السخاء وسط بين التقتير والتبذير، وما إلى ذلك من مقارنات. ماذا عن أخلاقيات العمل من منظور الفكر الإسلامي؟ ديننا والإسلام حصن الوظيفة العامة من الفساد بإرساء قاعدتي القوة أمام إن خير من استأجرتم القوي الأمين، وبالتالي بدك تبحث عن قوي وأمين. لذا فإن أسناد الوظائف لمن تتوفر فيهم القوة، وهي الإحاطة بمعارات الوظيفية والأمانة والخشية والخوف من الله، بتخليك تطمن إنه الموظف هذا أمين، يعني قوي في علمه، في شخصيته، في أدائه، في احترامه، أمين في عمله. بتأدي يا جماعة إنه بيأدي العام بشكل كبير جدا. فبالتالي عندما تنطبق هذه المواصفات على كل الموظفين أن لديهم قوة وأمانة، أنا كمدير بكون مطمئن ومتأكد بأن الجهد الجماعي سيكون مميز. ليش؟ لأنه كله يؤدي العمل المطلوب به بقوة وأمانة. وبالتالي ديننا الإسلامي حث، يعني زي ما حكينا إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وطبعا في حاجة اسمها الرقابة الذاتية، إنه ربنا براقبك، وبالتالي هذا يتطلب أنك تؤدي بما وكلت لأنها أمانة. وبالتالي إذا غرز هذا المفهوم وهذا المبدأ لدى الموظفين أن يعمل بقوة وبأمانة، أنا كمدير سأكون سعيد، وبالتالي الناتج العام يكون في تأدية مصالح الرعية. تصنيف القيم الأخلاقية يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات، مجموعة قيم يجب أن يتحلى بها العامل المسلم، ومجموعة قيم ترتبط بالعمل، ومجموعة قيم ترتبط ببعضهن من المهن. نيجي نشوف إيش مجموعة القيم اللي يجب أن يتحلى بها العامل المسلم. أول حاجة التقوى، يعني يشتغل بضمير، الأمانة، الصدق، البشاشة، الرقابة الذاتية. إيش يعني الرقابة الذاتية يا جماعة؟ إنه ما ينتظر مديره يجي يقول له شو اشتغلت، أنت من قرارة نفسك يجب أن تؤدي الأعمال الموكلة لك بأمانة وصدق ونزاهة وشفافية. طبعا هذول خمسة يا جماعة، ممكن أحط كمان عشرة من جنبه. مجموعة من القيم ترتبط بالعمل نفسه، إنه العمل عبادة، العمل مقياس التفاضل، احترام وقت العمل، الإخلاص وإتقان في العمل. وأيضا مجموعة قيم ترتبط ببعض المهن، القدوة الحسنة في القائد الإداري، حسن المعاملة، الشورى، التفويض، العدل، العمل مع فريق، العمل الجماعي. هذه كلها مصطلحات احنا بناخدها في إدارة الأعمال، التفويض والقدوة وحسن المعاملة والشورى، كل هذه مواضيع احنا بناخدها في الإدارة يا جماعة، وبالتالي هذه ترتبط بمهنات الإدارة. أنواع حسن المعاملة، بشاشة اللقاء والترحيب لقوله تبسمك في وجه أخيك صدقة، استقبال يا جماعة، الاهتمام في أمور الآخرين وتقديم الخدمة الممكنة لهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأدلة هذه مهمة يا جماعة ومطلوبة منكم،
انه كيف نستسقي من قراننا ومن سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على ما نقول في هذا المصاب. عدم احراجهم ووهنتهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. كمان في ان الزميل في العمل له توصيه خاصه في القران الكريم لقوله عز وجل: وبالوالدين احسنا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالجار ذي القربى يعني الجار القريب في النسب، والجار الجنب الجنب القريب في المنزل، والصاحب بالجنب الرفيق في البيت او العمل والسفر. شايفين انتم يا جماعه في كل موضع تجد تاكيد من القران والسنه النبيه على هذه الامور. الروح الايجابيه الاجتماعيه اذا سادت العلاقه بين الرئيس والموظفين انعكس ذلك تلقائيا على كسر روتين وظيفه وتجديد في العمل. اذا في علاقه ريليشن كويسه بين الموظف ومديره من حيث العمل الايجابي والروح الايجابيه، كله يا جماعه بنعكس على الاداء العمل، وانا هذا اللي بدي اياه، بدي احقق اهدافي بكفاءه وفاعليه. عشان هيك كيف نحل بعض الإشكاليات؟ أولا أن يعلم الموظف أن غيبته للمسؤول لا تخدمه بل تضره في بلوغ هذه الغيبة المسؤول، يعني أنك تغتاب مسؤولك هذا مضرك. أخذ الحق بطرق شرعية ونظامية وليس منها التشهير والغيبة. إن الناس مفطورين على حب من أحسن إليهم وعملهم معامل حسن، قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رابعا إن المكاشفة والمصارحة والنصيحة خير سبيل لصفاء القلوب وتقويم السلوك. ما أجمل هذه الكلمات يا جماعة أن تطبق في الأعمال والعلاقات في الوظائف. حسن التعامل بيظهر في التحية والابتسامة. طيب يعني في فرق بين لما تقول لواحد صباح الخير وانت مكشر فيه: أهلا وسهلا، يسعد صباحك، نهارك سعيد. بالتالي بتفرق يا جماعة في عملية التعامل، وهذا لا يمنع التنافس الشريف ودخول المسابقات الوظيفية، لأن هذا من فعل أسباب المشروع. المرؤوسين لهم حق المعاملة الحسنة لأنهم مساعدون للرئيس، وهذا أمر طبيعي، والمدير في عمل. كذلك المراجعون لهم الحق في المعاملة الحسنة لأنهم المقياس اللي بيقيس فيه نجاح المؤسسة. حسن التعامل هو الذي تكسب به القلوب، من أنه لا يكلف شيء ولكن أثره عظيم على مستوى النفس والمجتمع. المعاملة، الدين المعاملة يا جماعة، الابتسامة والاستقبال والكلمة الطيبة يا جماعة، هذا مهم جدا. عشان هيك يجب تقديم دورات إدارية للموظفين لكيفية التعامل مع المراجعين، حيث أثبتت الدراسات أننا نرسل ما نسبته 7% عن طريق الصوت، بينما ما نسبته 55% عن طريق الاتصال الغير لفظي اللي بسموه البادي لانجوج. فيجب التعرف على هذه المهارات لتحقيق حسن المعاملة. ما بنفع أنت تسلم ويكون أنت مكشر في هذا الموضوع. هذه بعض النصائح المهمة في هذا الفصل، فصل من الفصول الجميلة جدا، يجب أن ينعكس على أدائكم في العمل وفي الجامعة بإذن الله تعالى، وأن تكون أموركم مميزة. إلى أن نلقاكم في الفصل الرابع، إلى ذلك الموعد أترككم دوما برعاية الله وحفظه، وأتمنى لكم طلابي وطالباتي الأعزاء دوام التوفيق بإذن الله.